أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها مهمة التحالف العربي في اليمن بعد 3 أعوام. هل تحول هذا التدخل من داعم للشرعية إلى مقوض لها؟ هذا ليس حكما عابرا ناتجا عن تداعيات لحظة تضارب المشاريع السياسية في اليمن والمنطقة، بل هذا ما تدعمه الشواهد على الأرض والتي أحصاها التقرير النهائي لخبراء لجنة مجلس الأمن المعنية بالملف اليمني ليقدم لنا خلاصته الصادمة. إن اليمن بعد 3 أعوام من الصراع تكاد تكون قد تلاشت عن الوجود. يعرف اليمنيون أن سيطرة ميليشيا الحوثي كانت مبتدأ هذه الجريمة، وهي لحظة لم تكشف بعد عن كل أسرار ذلك السقوط المريب، إلا أن المآلات القائمة الآن ربما تكشف بعضا منها. وبعيدا عن كل هذا، فإن دور التحالف الآن كما يكشف التقرير الأممي أصبح موازيا لجريمة ميليشيا الحوثي كما يرى البعض. قال التقرير أن التحالف يدعم كيانات مسلحة تعمل خارج إطار السلطة الشرعية وتعمل على تقويضها في المناطق التي طردت منها ميليشيا الحوثي. وقد رأينا في عدن قبل أسابيع تطبيقا عمليا لهذه المقولة بعد أن تدخلت القوات الإماراتية لدعم ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي ضد القوات الحكومية، ثم عادت للتدخل كمحكم بين الطرفين. فما النهاية التي يريدها التحالف العربي لتدخله في اليمن؟ ولماذا نشهد انحرافا عن أهداف تدخله في البلد؟ وما هي خيارات اللحظة أمام القوى اليمنية المختلفة حيال كل هذه التطورات والتي وثقها وأكدها تقرير لجنة الخبراء؟ لمناقشة إذن هذه التساؤلات وغيرها سيكون معنا من الرياض الخبير العسكري العميد حسن الشهري، ومن تعز الصحفي وسام محمد. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بسؤال مشترك. إذن على ضوء ما ورد في تقرير لجنة الخبراء الأممي، هل يمكن اعتبار أن التحالف أصبح الآن أحد أطراف مهمة تقويض السلطة الشرعية في اليمن؟ والبداية مع العميد حسن، مع السيد وسام. نعم وسام محمد، البداية معك وسام. بالنسبة لتقرير خبراء مجلس الأمن، هو بدأ بداية مرعبة لكنها عكست ما يعتمل على الأرض من وقت طويل، ونحن نقول أن التحالف انحرف عن مهمته الأساسية وكان بحاجة إلى تذكير صارخ بأنه انحرف ويجب العودة. لعل النقطة الأبرز في التقرير والتي فعلا مخيفة هي تلك التي تتحدث عن تآكل شرعية هادي. لو أمعنا النظر في أسباب تآكل هذه الشرعية التي حددها التقرير، هناك أربع أسباب أو أربع عوامل، منها ما يشترك فيه التحالف بطريقة غير مباشرة، ومنها ما يشترك التحالف بطريقة مباشرة، لكن بالنسبة لهذه الأخيرة بشكل أكبر. مثلا حدد التقرير بأن وجود مجلس انتقالي انفصالي في الجنوب أصبح يهدد الشرعية، وهذا صحيح، ونحن نعرف من يقف خلف هذا المجلس الانتقالي. النقطة الثانية التي أوردها التقرير، قالت بأن التحالف العربي أصبح يدعم جماعات مسلحة خارج الشرعية، وهذا اتهام صريح. النقطة الثالثة، قالت بأن الرئيس هادي لم يعد قادرا على الحكم من خارج البلد، ونحن نعرف من الذي منع الرئيس هادي من العودة إلى عدن. وهناك النقطة الرابعة بالطبع التي تتحدث عن الحوثي وتوسعه وتمسكه في الشمال، وهذه للتحالف دور غير مباشر من خلال عدم جديته في حسم المعركة. نعم، يعني تقريبا هذه الصورة تلخص كل شيء. نعم أسام، إذن يعني أنت أوردت جزءا مما ورد في التقرير والذي ركز على أسباب تآكل السلطة الشرعية، ويعني أشرت إلى أسباب يجعل التحالف العربي مسؤولية مباشرة عن تآكل هذه الشرعية. ماذا عنك أستاذ أو سيادة العميد حسن الشهري؟
إذن العميد الرياض ليست جاهزة معنا الآن. أعود إليك وسام فيما يتعلق بالنقاط التي ذكرتها، هل تعتقد بأن التحالف وهو يعني صراحة مسؤول عن هذه الأسباب، هل تعتقد بأنه كان يقصد يعني ضرب الشرعية، أم أنها ربما هناك أسباب موضوعية هي من جعلت ربما التحالف العربي يكون مسؤولا أمام لجنة الخبراء عن هذه الإشكاليات، لكن هناك أسباب أخرى هي التي وضعته في هذا المكان؟ باعتقادي مهما تكون الأسباب ومهما تكون التقديرات، يبقى ما الذي يحمله أمر كهذا؟ ما الذي يحمله أن الشرعية أصبحت مهددة بالتآكل وبالتلاشي؟ الأمر أصبح يضع تقريبا التحالف العربي في زاوية أنه يمثل طرفا من الأطراف المتصارعة، ولم يعد ذلك الطرف الذي جاء من أجل حماية الشرعية ومن أجل استعادة الدولة وتلك الأهداف التي أعلنها في بداية عاصفة الحزم. اليوم نحن على مشارف معادلة جديدة يصبح فيها التحالف العربي بمثابة طرف من أطراف الصراع، صحيح طرف خارجي لكنه لم يعد يعمل وفقا للعناوين القديمة التي كانت تعني استعادة الشرعية، لأن الشرعية التي التحالف جاء بموجبها والتي منحته حق التدخل في اليمن أصبح هذا التحالف يتجاوزها، لهذا لم يعد هناك معنى، أصبحنا مطالبين بوضع توصيف جديد للوضع في اليمن وما يجري، لأن ما يحدث على الأرض وما يؤكده هذا التقرير هو أن هناك فصل جديد من الصراع مختلف، ذات طبيعة مختلفة، ذات أجندة مختلفة، حتى أن اليمنيين اليوم أصبحوا معنيين بالتساؤل وبإعادة التموضع من جديد خلف مشروع خاص بهم، ليس بالضرورة أن يكون تحت أجندة الشرعية، وإن كان من الضروري أن ينتصر القطاعات الشعبية المشاركة في المقاومة على التمسك بالشرعية إلى آخر لحظة، لكن هذه الشرعية التي أصبحت مستكينة والتي أصبحت قابلة بالمقسوم وقابلة بما يفرضه التحالف عليها لم تعد تلبي طموحات الناس ولم يعد من الممكن التعويل عليها. نعم وسام، نعم إذا تتحدث أنت الآن. نعم سأعود إليك وسام لأنه الآن ضيفنا من الرياض جاهز، سنأخذه عبر الهاتف إلى أن تجهز يعني يجهز بالصوت والصورة. سيادة العميد حسن الشهري، كنا نتحدث عن مسؤولية التحالف العربي عن تقويض الشرعية في اليمن وفقا لما جاء في تقرير لجنة الخبراء الصادر مؤخرا، كيف يمكن أن تعلق على ذلك؟ نعم سيادة العميد، سيادة العميد حسن الشهري هل تسمعني؟ إذا إلى أن تحل المشكلة أعود إليك وسام، يمكنك أن تستكمل الفكرة. إذا تحدثت عن خيبة أمل ربما كبيرة شعبية بالنسبة لأداء التحالف العربي في اليمن، وحاجتنا الآن إلى توصيف جديد لطبيعة المعركة، ما هو التوصيف برأيك الذي يمكن أن نطلقه على الأطراف التي هي فاعلة الآن في المشهد السياسي والعسكري في البلد وفقا لهذه التطورات؟ من الغريب بالفعل يعني أن الأحزاب السياسية والنخب اليمنية إلى اليوم لم تتحرك وتقوم بواجبها وبواجبها الوطني والأخلاقي لتوصيف ما يحدث اليوم ولفتح منافذ جديدة أمام الخيارات الشعبية. ما يحدث اليوم في اليمن وما يتعلق بالتحالف العربي أصبح بالفعل بحاجة إلى لا يزال هناك أمل يعني، ولا يزال هناك متسع لإصلاح هذه الاختلالات. ونعود إلى تلك النقطة القديمة وهي المتعلقة ببناء استراتيجية واضحة مع التحالف العربي، لكن هذه الاستراتيجية أصبحت تحتاج إلى توفير كثير من الشروط، ومن ضمن هذه الشروط إصلاح الشرعية ومنظومتها السياسية.
بدون ذلك سنكون بالفعل مطالبين أمام توصيف جديد، وهو توصيف لعل الخبراء القانونيين هم المعنيين فيه أكثر. لكن الجزء الأهم من هذا التوصيف أن التحالف العربي لم يعد متدخلاً من أجل استعادة الشرعية ولا من أجل نصرة اليمنيين ولا تلك العناوين التي رحب فيها الشعب اليمني وابتهج بها في بداية انطلاق عاصفة الحزم. اليوم الوضع مختلف، السعودية تعود وتتموضع خلف الصورة النمطية التقليدية التي عرفتها أبجدية أدبيات الحوار، أدبيات الحركة الوطنية في اليمن، وهو بوصفها دولة معادية لا تريد الخير لليمن ولا تريد لهذا البلد الاستقرار والتطور، وتريد إغراقه بالمشاكل من خلال دعم مراكز النفوذ ودعم الكيانات العسكرية والقبلية التي هي بالأصل معادية لفكرة الدولة. السعودية اليوم تقريبا معنية أكثر من غيرها بمراجعة سياساتها تجاه اليمن، لأن ما يحدث اليوم لم يعد يعني اليمنيين. اليمنيين طيب إذا أنت تحمل وسام أنت تحمل إذا السعودية مسؤولية الكبيرة، بينما ذكرت السعودية في التقرير في أكثر من موضع بوصفها قائدة للتحالف العربي، بينما كانت الانتهاكات في التقرير طبعا تنسب إلى دولة الإمارات تحديدا. وربما الآن انضم إلينا السيد العميد حسن الشهري. سيادة العميد، فيما يتعلق بما ورد في تقرير لجنة الخبراء بشأن يعني مسؤولية التحالف العربي بقيادة السعودية بتقويض الشرعية في اليمن، كيف يمكن أن تعلق على هذا الأمر؟ مساء الخير، تحية لك أستاذ وسام وللمشاهدي قناتكم. مع الأسف أنا في الاستديو أشاهدك وأشاهد الأستاذ وسام، صوتكم واضح لكن يبدو. كنا نتمنى أن تكون معنا، لا ندري ما هي المشكلة الفنية بالضبط التي منعت يعني التقاط الصورة. على أي حال أنا أتفهم ردود الأخ وسام من تعز ومعاناة الإخوان هناك، ولكن لا يمكن أخذ الأمور بهذا، لا يمكن نقيسها بهذا المستوى. ندرك أن الأمم المتحدة وأي تقرير للخبراء هو يقوم على الأسف على استهداف الشرعية، وأيضا محاولة أيضا تغييب هادي عن المشروع، وهادي هو الرئيس الشرعي، وأحد إنجازات عاصفة الحزم هو الاعتراف بالشرعية اليمنية دوليا والاعتراف بأعمال العاصفة والتحالف العربي لإعادة الشرعية. ولكن نعرف أن ندرك بعد ذلك أن هناك مشاريع في الخارج وفي الداخل مع الأسف، ولكن استطعنا أن نتجاوز مشاريع الخارج، ومثل هذه التقارير لا تعني لنا شيء لا من قريب ولا من بعيد. وأذكر دائما أنا مع الأسف عندما قرأت العنوان كان ملفت، وكأن التحالف هو بالفعل من يقوض الشرعية في اليمن، والمحاور التي عدت وكأني أراها عدت لا قدر الله في صنعاء عدها الصماد أو عزمي بشارة في الدوحة. لكن سيادة العميد، سيادة العميد يعني وقد تحدثت عن شرعية الرئيس هادي، لكن يعني لمن قرأ التقرير يعني بشكل جيد على العكس تماما يجد بأن التقرير كان يؤكد على شرعية الرئيس هادي، وكان يشير تحديدا إلى الأطراف التي تحاول أن تقوض شرعية الرئيس هادي أو أن تقلل من سلطته في المناطق المحررة، وأشار تحديدا إلى عدم قدرة الرئيس هادي إلى العودة كواحد من أسباب تآكل الشرعية في البلد، وسمى تحديدا أيضا الكيانات التي اعتبرها تعمل بالوكالة لجهة لأحد أطراف التحالف العربي. وهذا الطرح ليس مجرد تقرير في الحقيقة سيادة العميد، وإنما هي وقائع وشواهد على الأرض انتهت في يناير الماضي إلى انقلاب عسكري كامل على السلطة. طيب الرئيس هادي، دعينيكم الجواب. تفضل. طالما طرحت السؤال، نعم نؤكد أن البيئة، قلت لك في البداية أن البيئة الدولية لم تعد ضاغطة ولا نلقي بال لمثل هذه التقارير. البيئة اليمنية مع الأسف هي ضاغطة. لماذا؟ هناك أكثر من مشروع في اليمن، هناك المشروع الصفوي المجوسي الذي يقوده الحوثي نيابة عن إيران ويدعم من مناطق في المنطقة مع الأسف. هناك أيضا مشروع بدأ يظهر إلى السطح الآن، وهو محاولة إعادة تأهيل عائلة آل صالح وحزب المؤتمر، وحزب المؤتمر في نظري أصبح من الماضي. هناك أيضا مشروع مع الأسف لبعض أطراف الإصلاح
هناك أيضا أيادي خفية في أحزاب يمنية داخل اليمن يدها مع التحالف والأخرى مع الانقلاب الحوثي لمحاولة تفكيك التحالف أو إدامة الأزمة للاستنزاف التحالف. هناك أيضا مشروع مع الأسف في الجنوب وهو ما يشبه الانقلاب، وقد عبر عن التحالف بوضوح في هذه المرحلة، يقود عيدروس تقف خلفه الإمارات كما يدعي الأطراف الأخرى في اليمن. مع الأسف هذه المشاريع هي من تقوض مع الأسف أعمال الشرعية والتحالف، ولكن أؤكد أن ما قام عشية 26 مارس والأهداف التي بني عليها، ونحن لا نتدخل في اليمن إلا بطلب شرعي من باب الأخوة والجيرة وأيضا صيانة لأمننا ومقدراتنا وأمننا الوطني، وبالتالي اليمن في قلوب الجميع في التحالف، والهدف النهائي هو اليمن، استعادة الشرعية وبسط كامل النفوذ الشرعية على كل أجزاء وتراب اليمن، والعمل بجدية، ولكن نحتاج أيضا للتريث، لأنه مع الأسف كل ما نصلح أو نردم فجوة تفتح فجوة أخرى ومن أطراف يمنية في الداخل. يجب أن تكون الأمور واضحة. نعم، لكن هذه الأطراف اليمنية في الداخل سيادة العميد هي مدعومة وممولة من أحد أطراف التحالف العربي وتحديدا من دولة الإمارات، وهذا الأمر يا سيادة العميد ليس فقط مذكورا في التقرير لكن الجميع يعرفه، يعني حتى أن الإمارات لا تنكر ذلك. الإمارات لها مصلحة وفي في في ويتدعم اليمن بكامل ما تستطيع، والإمارات شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية، ولكن من يقود التحالف هي المملكة العربية السعودية، ولن تسمح المملكة العربية السعودية لأي طرف في التحالف أو داخل اليمن من أن يقوض مشروع إعادة الشرعية. ثقوا تماما، لا نلقي بال لمثل هذا الكلام. صحيح يؤخرنا، هناك تحديات، هناك مطبات على الطريق، ولكن سنصل في النهاية. الرئيس هادي مع الأسف هو جامل كثيرا في تشكيل حكومة، جامل كثيرا في اختيار الرؤساء الأركان والقادة العسكريين، جامل بحكم الضغوط الداخلية والمحاصصة أصبحت اليمن مثل لبنان، وهذا لا يجوز. يجب أن نبحث عن الكفاءة وليس عن الحزبية أو المناطقية أو الجهوية. يجب أن نعم، نعم سيادة العميد، لكن هذه هي ضمن صلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وفي إطارها، يعني ولا أعتقد أن الطرف يعني ربما يستطيع أن يضغط عليه في يعني مقاسمته هذه الصلاحيات. طيب أستاذ وسام، هل ترى فعلا بأنه هناك فرق بين الأداء الذي يعني نشاهده في المناطق المحررة من قبل الإمارات وبين الخطاب والتصريحات التي نسمعها من السعودية والتي يعني بشكل كبير هي تؤكد وتعزز الشرعية من حيث الخطاب يعني على الأقل، وربما البيان الأخير للحكومة الذي أعقب الانقلاب والذي أشار إلى السعودية وتجاهل ذكر الإمارات يشير إلى أجندتين للتحالف في اليمن، أجندة إماراتية تقوض الشرعية وأجندة ربما السعودية لا زال هناك أمل ربما على التعويل عليها. أنا بالنسبة لي الوضع في الداخلي في اليمن، التقرير طبعا فيه مغالطات كثيرة وفيه أشياء كثيرة حقيقية وعكست الواقع، لكن ما يغيب عن البال هو أن الواقع أشد قتامة مما جاء في التقرير. الوضع أصبح خارج السيطرة، وبالنسبة لموقف المملكة العربية السعودية مما يحدث، نحن بالفعل لم نعد نفهم سر هذا الاسترخاء السعودي، بينما هي أكثر المعنيين في التمسك بالشرعية وفي حمايتها وفي ضبط أدائها وفي دعم الأطراف السياسية المحيطة بها للذهاب قدما نحو استعادة الدولة. نحن نعرف أن الشرعية هي قائمة على ثلاث أشياء، على ثلاث مرجعيات. هذه المرجعيات هي المبادرة الخليجية. اليوم أصبح هناك من يريد أن يتجاوز المبادرة الخليجية، المبادرة الخليجية التي انقلب عليها صالح والتي تم التوقيع عليها في المملكة العربية السعودية. صالح بعد أن تم الانقلاب على المبادرة الخليجية الآن يراد دعم منظومته وإعادة إحيائها لتكون أحد الأطراف المنقلبة والمشاركة في الصراع، وهذا ليس لصالح السعودية. المرجعية الثانية وتتمثل في مخرجات الحوار الوطني،
نحن نعرف أن مخرجات الحوار الوطني كانت أحد أسباب تفجر هذه الحرب من خلال رفض تحالف الحوثي وصالح لهذه المخرجات رغم مشاركتهم في صياغتها. وصالح نفسه قال بصريح العبارة بأنه قد دفن مخرجات الحوار الوطني. إذن تبقى قرار مجلس الأمن، هناك اليوم محاولات لإسقاط العقوبات عن أحمد علي. إذن السعودية مطالبة ليس فقط بحماية هادي وبحماية فريق هادي ودعم اليمن، ولكن مطالبة بمواقف جذرية ونهائية من كل ما من شأنه أن يقوض هذه المرجعيات الثلاث. اليوم أمام السعودية لا زال متسع لإعادة إصلاح هذه المرجعيات وإعادة ترميمها، لكن أعتقد أننا أصبحنا نتكلم في الوقت الضائع. يبدو أن السعودية مخلصة لسياستها التقليدية تجاه اليمن، حتى أن أصبحنا البلد الأفقر في العالم إلى جوار أغنى بلد في العالم، ويتدخل في شؤوننا ويحارب كما يدعي إلى جانبنا، لكننا لا نجد رواتب الموظفين. يقرضون رواتب الموظفين وسنعطيها لكم مستقبلا، يعني الأمور ليست صعبة. هناك من يقول من يعتقد اليوم في اليمن أن السعودية أصبح هدفها معاقبة الشعب اليمني على خلفية قيامه في بثورة فبراير التي أطاحت بنظام علي عبد الله صالح. هذا الكلام لم يعد على لسان النخبة أو المثقفين أو من يستطيعون استشراف المستقبل ومن يستطيعون قراءة ما وراء السطور، بل أصبح على لسان الناس العاديين. ماذا تريد السعودية من اليمن؟ السعودية اليوم عندما تتعامل بهذا الشكل مع اليمن هي لا تعرف أنها تحفر قبرها بيدها. اليوم هناك مشاريع في المنطقة مهمتها أو هدفها الأساسي هو تقويض السعودية والاستيلاء على ثرواتها. نعم، إذن السعودية متضرر بشكل رئيسي. نعم أسام، إذن السعودية تحديدا وهي قائدة لهذا التحالف وفي يعني صدارته ومسؤولة مسؤولية قانونية أمام المجتمع الدولي كما رأينا في التقارير عن كل الأخطاء والانحرافات الحاصلة على الأرض، فضلا عن تضررها ل يعني كل المشكلات التي يمكن أن تنتج عن ضياع الدولة في اليمن. سيادة العميد، يعني أشار ربما أسام إلى المرجعية الثلاث وإلى أنه الأداء الذي يعني نتابعه في التحالف العربي هو يقوض هذه المرجعيات أيضا إلى جانب تقويضه للشرعية، والذي شرعنا لدخول السعودية والتحالف العربي إلى اليمن. ألا تدرك السعودية خطورة ما تقوم به أو سكوتها أو تغاضيها عن إجراءات تحدث وهي مسؤولة قانونيا عن هذه الإجراءات فيما يتعلق بهذه المرجعيات؟ ونحن نتحدث الآن عن تقرير أممي يضع التحالف العربي ودول كالسعودية والإمارات في مصاف ميليشيات كميليشيات الحوثي أو كجماعة كصالح وجماعته. من يقوض الشرعية في اليمن هي إيران والدوحة وأنقرة والحوثي وباقي عناصر المؤتمر وحزب الإصلاح والانفصاليين في عدن. غير ذلك علينا أن نعود إلى رشدنا. الإمارات تعمل، السعودية تعمل، والسعودية تقود وتحمل مسؤولية، ويهمها أمن اليمن وسلامة أبناء اليمن. ما يقال هنا أو هناك من تقارير فالأمم المتحدة لم تكن منصفة منذ عام 48 في فلسطين، لم تكن منصفة، وما يحدث في الغوطة حاليا الأمم المتحدة لا يجب أن نتكي عليها ولا على مشاريعها. أرسلت مبعوثين اقتاتوا على دماء وأشلاء اليمنيين طيلة 3 أعوام، الآن أتى طرف ثالث من بريطانيا. أنا أعتقد أنه حيعمل على المرتكزات الثلاث، وتم إفهام بريطانيا، وزير الخارجية البريطاني أكد عند تعيين المبعوث البريطاني أن بريطانيا تؤكد على أن مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآليات التنفيذية والقرار 22/16 هو من سيعمل عليه المبعوث الأممي الجديد، وبالتالي سنعمل جميعا من أجل دحر هذه المشاريع القادمة من الخارج والتي لها أدوات يمنية في الداخل. المشكلة كما ذكرت وأكد البيئة اليمنية ضاغطة على التحالف في الداخل، هناك أكثر من مشروع قائم، هناك مستودعات هائلة في مستوى جيوش، هناك نية لتشكيل جيوش باسم الأحزاب في اليمن وستصبح ميليشيات. مع الأسف البعض منهم بدأ يعلن أن معركته لم تبدأ إلى الآن في اليمن، وبالتالي لا يمكن السماح بذلك. نحن نتحمل مسؤولية وأمانة
إعادة الشرعية اليمن وصيانة أمن اليمن ودماء طيب اليمن. طيب سيادة العميد، سيادة العميد، أنت تحمل إذن مسؤولية أطراف أخرى، تحدثت عن الدوحة وأنقرة ودول أخرى ربما هي لم تذكر في التقرير، وتحدثت أيضا عن حزب الإصلاح، وهذا ربما ما يؤكد الطرح أو المقولة بأن المشكلة الحقيقية لدى دول التحالف العربي هي مع ثورة فبراير ومع القوى السياسية التي كانت في صدارة هذه الثورة. طيب سيادة العميد، يعني هناك مؤشرات على الأرض، يعني دعنا من التقرير، نتحدث عن ميليشيات موجودة على الأرض موازية للدولة ومناوئة للشرعية، نتحدث عن عدم قدرة الرئيس هادي إلى العودة إلى البلد، نتحدث عن يعني منع تشغيل موانئ ومؤسسات إيرادية لضخ الأموال لليمنيين، وأيضا بالمقابل معارك متوقفة في أماكن معينة. هذه المؤشرات على الأرض، يعني بغض النظر عن التقرير، تفضل اطرح لنا ما الذي فعله التحالف العربي لدعم الشرعية وإسقاط الانقلاب، حدثنا ما الذي عمله التحالف العربي للأهداف التي أعلنها قبل 3 أعوام. والله كاني أتحدث مع أغراب في كوكب آخر، ولا كانكم أطراف يمنيين. أختي الكريمة، التحالف عندما بدأ بطلب من الرئيس الشرعي هادي كان الحوثي ممتد من شمال صعدة وصولا إلى شواطئ عدن. فاسألي الآن وين الحوثي؟ خلف جبال صنعاء. 85% من الأراضي أو أكثر عادت، الشرعية عادت، اعترف بها دوليا، دفعت مليارات الدولارات من أجل المساعدة في الإنسان اليمني. من يعبث في كل هذه الأعمال هم يمنيين من الداخل. المملكة العربية السعودية. نعم سيادة العميد، فقط تعقيب، يعني ما تحدثت عن إنجازات يعني ربما لا ينكرها اليمنيون واستبشروا بها خيرا منذ اليوم الأول لانطلاق عاصفة الحزم ولهذا التدخل، لكن هذه المعركة أنجزت خلال الأشهر الأولى، لكن ماذا بعد؟ نتحدث عن 3 سنوات على المستوى العسكري توقفت المعارك في حدود معينة، وعلى المستوى السياسي والاقتصادي الأمور في تدهور، بل أن المناطق المحررة لا يمكن الحديث عن وجود دولة يمنية فيها، تحدث عن دولة معترف بها، عن شرعية الرئيس هادي فيها. إذا كانت أختي الكريمة، إذا كان يراد إعادة بناء القاعدة في أطراف معينة من اليمن وتحمل مسؤولية أحزاب ومتنفذين داخل اليمن، إذا كان لا يوجد أمان للرئيس ليعود، حياة الرئيس مطلب، هو الشعر التي قسم الظهر المشروع الإيراني، وبالتالي لازم المحافظة على فخامة الرئيس. أنا أدرك أن فخامة الرئيس هادي رجل وطني ولديه رغبة في أن يستعيد شرعيته بأقل الخسائر وأسرع وقت، ولكنه أيضا لديه أيضا بعض المعوقات، أسباب طرف الكثير منها أطراف يمنية. يجب أن ننظر بالبصيرة لا بالبصر. طيب الرئيس هادي شخصية وطنية وأنتم تؤكدون على ذلك وعلى شرعيته، ماذا إذن عن تقويض عمل الحكومة في عدن من قبل كيانات مدعومة ومولة وأنشئت بتمويل إماراتي؟ اسألوا عيدروس عندما أقدم على هذه الفعلة، اسألوه ماذا قال لأتباعه عندما سحبهم، عندما أدرك أن المطرقة ستهوي على رأسه من المملكة العربية السعودية. لا يمكن، أؤكد أن المملكة لن تسمح لأحد أن يعبث دولة أو حزب أو فرد داخل اليمن. ثورة 11 فبراير خطفت من الأحزاب لم يكونوا مشاركين، عندما نجحت الثورة اختطفت مع الأسف. هناك مشروع داخل اليمن الآن لاستهداف الثورة واستهداف الشباب، هناك أكثر من مشروع مع الأسف، هناك أيادي تمتد للحوثيين من اليمنيين أنفسهم، من أحزاب يمنية ومن قادرين على أن يصنعوا مع الأسف الشيء المضاد للشرعية، وهم مع الشرعية. الرئيس هادي يعاني، ولكن أؤكد أنه في فترة وجيزة ستستعيد الشرعية كامل قدراتها. معالي رئيس الوزراء يعمل بجدية وعنده الجرأة والشجاعة أن يتواجد وأن يعمل، وتواجد في أثناء المحنة في داخل عدن، لم يتحرك، لم تهتز فرائصه، على اليمنيين المخلصين أن يتواجدوا. أنا من هالمنطلق أطالب فخامة الرئيس هادي بدعم من التحالف الذي تقوده بلادي أن يتم تشكيل كيان سياسي شامل يجمع اليمنيين، على أن تتخلى الأحزاب عن رغباتها، عن أمنياتها، عن مطامعها مع الأسف في اليمن، وأن لا يكون هناك ميليشيا جديدة غير الحوثيين، لأنه سنستهدف الحوثيين. لن نرضى أن تقوم دولة صفوية على حدودنا مهما كان. الأمر لم يعد خيارا، أصبح ضرورة حاليا.
الأحزاب يجب أن تعود من أجل اليمن أو يعلق عمل الأحزاب مؤقتا حتى تستعيد الشرعية ويعمل على اختيار كفاءات ينشئ إما حكومة حرب أو حكومة تنقراط في الوقت المرحلة الحالية. هل نفهم من هذا سيادة العميد بأن هناك ضغوط على الرئيس هادي لإعادة صياغة الحكومة وإعادة صياغة تحالفاته الداخلية، يعني ما لم يتم يعني رفع اليد عنه وترك هذه الميليشيات تعبث بالشرعية في البلد؟ لن ترفع اليد عن هذه، وسيدعم وستقف مع التحالف كاملة بما فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي بذلت من أبنائها ودماء أبنائها، شاركت أشقائهم اليمنيين في نزفها على الأرض اليمنية. والإمارات لن تذهب بعيدا، الإمارات تعمل، هناك إعلام يستهدف المملكة العربية السعودية والإمارات. المملكة العربية السعودية والإمارات شريكين طرفين أساسيين في التحالف، وهما من سيعيدوا الشرعية بالكامل لليمن. لن يكون هناك، لا نصدق التهامات من الجزاف من اليمين والشمال. علينا أن نصلح أنفسنا من الداخل اليمني. في الداخل اليمني من يعبث مع الأسف ويحاول أن يفتت التحالف ويحاول أن يستنزف التحالف، وهذا أمر أصبح الآن. سيادة العميد، من يستنزفهم اليمنيون؟ سيادة العميد، طيب، من يستنزفهم اليمنيون ومن يقتلهم اليمنيون ومن يقوعهم اليمنيون ومن يشرد هم اليمنيون؟ الاستنزاف هو لليمنيين في الداخل يعني. طيب، من يقوم فيه يمنيون، الحوثي لا يعرف يمني أو خلاف يمني. نعم، نحن لا نتحدث الآن عن مناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي، نحن نتحدث عن مناطق محررة منذ 3 سنوات. سأعود إليك سيادة العميد. يعني وسام، هناك الآن من يرى بأن التحالف العربي يضع اليمنيين أمام خيارات صعبة جدا، إما الانقلاب والمشروع الحوثي التابع للهيمنة الإيرانية، وإما هذه الهيمنة يعني والمشروع الذي تقدمه يعني الإمارات ومن خلفها السعودية. ألا ترى أنه فعلا اليمنيين الآن واقعين أمام خيارات صعبة، وما هو الآن السبيل للتخلص من هذين الشرين إذا صح التعبير؟ بالنسبة لأوضاع الناس الآن، أصبحوا تقريبا بعد 3 أعوام من الحرب تم استنزاف المجتمع اليمني والشعب اليمني، ولا تزال العمليات قائمة لاستنزافه، وما إجراءات طرد المغتربين من السعودية إلا أحد أوجه هذا الاستنزاف الممنهج وغير المفهوم. اليوم الناس هنا في تعز، مضى على استلامهم آخر راتب 2 كاملين، بينما السعودية تعقد صفقات بمليارات الدولارات مع أمريكا، ونحن نعرف أن الخطر يأتيها من هنا من اليمن من خلال تموضع جماعة الحوثي وعملها بنظر إيران التي تطمع في الوصول إلى مكة المكرمة. و بالنسبة للخيار الشعبي اليوم تقريبا أصبح يقف خارج الشرعية وخارج التحالف وبعيدا جدا وفي مواجهة جماعة الحوثي. جماعة الحوثي هي الخصم الأساسي للشعب اليمني، لأنها هي من أدخلتنا إلى هذا الجحيم، هذه مسألة مفروغ منها. بالنسبة لشرعية هادي، إذا لم يتدارك الوقت ويعود ويعمل على صيانة شرعيته وإصلاح منظومتها، اليمنيين بالتأكيد سيذهبون إلى خياراتهم. في النهاية كما قال العميد، الأحزاب سرقت الثورة، ونحن نتفق معه في ذلك، لكنها سرقت الثورة برعاية سعودية ومن خلال المبادرة الخليجية. وإذا كانت شرعية هذه تأسست على ثورة فبراير، إذن فالشرعية هي للناس، الشرعية هي للثورة، وسيكون من حق الثورة أن تعيد تنظيم صفوفها وأن تبني استراتيجيتها وتفتح المجال لكل من يريد أن يتعاون معها وفقا لمصالح اليمن العليا. لا يمكننا اليوم أن نفرط بمصالح اليمن العليا وبمصالحنا السيادية وبثرواتنا وبأرضنا لمجرد أن هناك من تدخل للوقوف إلى جانبنا، ثم بعد مضي وقت أصبح يدعم أعدائنا.
اليوم العميد يقول بأن هناك أطراف يمنية، نحن نتفق معه بالفعل هناك أطراف يمنية، لكن هذه الأطراف من يدعمها هم أطراف داخل التحالف. مثلا لا نفهم كيف تدعم الإمارات العربية المتحدة منظومة صالح وهي مصنفة بأنها قوى انقلابية وقوضت الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بل ومدرجة ضمن قائمة العقوبات. وسام، يعني هذه نقطة مهمة دعني أحيلها لسيادة العميد، مسألة أيضا محاولة إحياء عائلة صالح كجزء من الحل. سيادة العميد، هذا أيضا مؤشر آخر يؤكد بأن هناك أهداف أخرى غير تلك الأهداف المعلنة، وأن هناك محاولة للالتفاف على المرجعيات التي شرعنت لتدخل التحالف العربي، والتي تعتبر الرئيس صالح هو واحد من معرقلي العملية السياسية ومدرج ضمن قائمة العقوبات. وقد أشار التقرير تحديدا بأن الضربات التي يعني يقودها التحالف والتي استهدفت أهدافا للحوثيين بالقرب من أنصار صالح كانت محاولة لحماية علي عبد الله صالح، وأنها تشكل عدم امتثال للقرار الأمم 2216 وتعني دعم عسكري لشخص مدرج في القائمة. هذه النقطة بالإضافة إلى الدعم المعلن والصريح لعائلة صالح ومحاولة إعادتهم للمشهد كفاعلين وهم جزء من الانقلاب، يعني ألا يضع شرعية التحالف العربي وتدخله في المحك سيادة العميد؟ غير صحيح الكريمة، والدليل والوقائع تنكر ذلك. لو كان التحالف حريص على علي عبد الله صالح لدافع عنه واستعاده ووضعه في المكان الذي يراه. علي عبد الله صالح قتل من قبل الحوثيين وقتل من قبل مناصريه الذين حواليه، هناك خيانه حصلت، وبالتالي علي عبد الله نعم. وقد ذكر التقرير بان التحالف حاول انقاذه من خلال ضربات عسكريه حاولت انقاذه في اللحظه الاخيره في صنعاء، واعتبرتها مخالفه للقرار 2216. وبالمناسبه ايضا التقرير اوصى لاعاده النظر في استخدام التحالف العربي بقياده السعوديه لهذا القرار او اساءه استخدامه. المشكلة أني أنا غير مقتنع فيما تقول الأمم المتحدة، وأنتم كأنكم تحاولون تكرسون مثل هذا المفهوم. تقارير الأمم المتحدة كلها كاذبة ومخالفة للواقع. لا أؤمن في أي تقرير الأمم المتحدة، ولم يظهر يوم من الأيام تقرير من الأمم المتحدة يدل على الحقيقة مع الأسف. وبالتالي نحن من نصنع الحدث ومن نرسم ملامحه، وبالتالي نعرف أين جهاته الأربع، وبالتالي أي كلام من هذا القبيل غير مقبول. لكن سيادة العميد، أصلا التحالف العربي بقيادة السعودية هو تدخل بقرار من الأمم المتحدة ومجلس الأمن، يعني كيف يمكن أن تعترف بمجلس الأمن حينما يعني تشاؤون وتنكرونه في مناسبات أخرى؟ يعني بالأخير السعودية دولة لابد أن تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وليست ميليشيات حتى تقول. يعني هذا الكلام مقبول نسمعه من قبل ميليشيا الحوثي، إنها لا تعترف بكل هذه القرارات ولا تعترف بالتقارير، لكن نسمعه من دولة كالسعودية يعني أمر ربما غير مقبول. مع الأسف هذا، وهذه مشكلة إعلامنا أنه ما هو دقيق فيما يقول أو 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 يحاول أن يوصل رسالة من خلال موقف. القرار 2216 لم يصدر إلا بعد عاصفة الحزم. عاصفة الحزم قامت في المملكة العربية السعودية، شكل التحالف الأول لأي دولة خارج منظومة الأمم المتحدة للدول العظمى، وخارج وليس لا يوجد دولة إلا أمريكا. المملكة العربية السعودية شكلت التحالف وقامت عملية عاصفة الحزم قبل القرار 2216، والقرار 2216 هو من أعطى الشرعية الدولية لعاصفة الحزم، وليس القرار 2216 هو من أعطى الشرعية، ليست العكس. وبالتالي عاصفة الحزم هي من أتت في القرار 2216 كي يؤكد على مصداقيتها وعلى سلامة سياستها ووضوح استراتيجيتها. طيب ما تفسيرك سيادة العميد، دعنا من هذه العموميات ندخل في التفاصيل، ما تفسيرك لدعم وتمويل طارق صالح وهو جزء من مشروع الانقلاب وتمويله بشكل يفوق تمويل يعني قوات منظمة تابعة لشرعية الرئيس هادي في المناطق الجنوبية؟ أنا شخصيا بصفتي حسن الشهري عميد متقاعد لا أمثل جهة رسمية، وأقول بكل وضوح أنه ليس من الحكمة إعادة تأهيل أي طرف من حزب المؤتمر من عائلة الصالح، يحيى أو صالح أو طارق أو أحمد أو أي إنسان. من يريد أن يعمل ليس أنا، لأني أرى شخصيا أن لو هناك إعادة تأهيل فهي للثأر من علي عبد الله صالح، وللثار من الثورة 11 فبراير، وليست من أجل اليمن.
وبالتالي إن كان هناك عزم على تأهيل طارق محمد عبد الله صالح وأن سيقود قوة فلتكون تحت الشرعية ويدير رئيس الأركان اليمني تحت قيادة قائد القوى المشتقوات المشتركة في الرياض، العمل هذا هو العمل الصحيح، ما يخالف ذلك أنا لا أراه من الحكمة اتخاذه. أنا أتكلم بكل وضوح، أنا لا أجامل أحد. نعم يعني هذا منطق يعني معقول سيادة العميد، لكن كيف تبرر حدوث هذا الأمر من قبل السعودية والإمارات؟ لم يظهر ذلك رسميا، وعندما يظهر رسميا كيف لم يظهر؟ يعني حتى الإعلام الرسمي كله يعني شغال توجيه معنوي لجماعة طارق وجماعته، وهو متواجد ومدعوم بشكل علني بالسلاح وبالعتاد، تم استقبال الزعماء من قبل الإمارات في عدن. كل ما نسمعه يجب تصديقه. مع الأسف أنا أؤكد من هنا أن حزب المؤتمر أو فلول ما تبقى من الحزب المؤتمر لهم مشروع خاص وليس مشروع لليمن. هناك أحزاب في اليمن مع الأسف معظم أحزاب اليمن لها مشاريع خاصة ضيقة، وهي لا تتحدث باسم اليمن، تتحدث عن مصالحها الخاصة، وهذا ما يجب أن نلغيه. يجب أن يكون هناك كيان سياسي على الأقل في هذه المرحلة، كيان سياسي شامل، ويتوج ذلك بعد أن تتوافق كل الكيانات السياسية، كل الفلسفات اليمنية، وأن تعيد كما نطالب الحوثي من قبل الأمم المتحدة وشروط 22-1-6 أن يسلم الأسلحة ويخرج من المدن. أيضا هذه الأحزاب التي كدست الأسلحة وتريد أن تبدأ معركتها في وقت لاحق أن تسلم الأسلحة للدولة الشرعية وأن تكون أحزاب سياسية، وأن يتوج ذلك بعفو عام من فخامة الرئيس هادي لتعود اللحمة لأبناء اليمن. مع الأسف اليمنيين منشقين على أنفسهم كل واحد. نعم سيادة العميد. طيب اذا يعني تحدث اسامه، تحدث سياده العميد عن مجموعه يعني مقترحات وافكار تؤكد وتعزز شرعيه الرئيس هادي، وتتحدث عن امكانيه يعني اعاده لحمه يعني الاقوى داخل البلد. هل تعتقد بان الرئيس هادي والشرعيه لا زال فعلا بيدها القوه والامكانيه لاعاده صياغه المشهد بشكل آخر، يعيد الاعتبار للشرعية في البلد ويعيد المشهد بشكل عام؟ الشرعية تعتبر هي القوة الوحيدة التي تستمد وجودها من الشعب ومن كفاحية اليمنيين ومن تضحياتهم طوال 3 سنوات. بالنسبة للكيانات الأخرى هي إما مغتصبة أو استمدت وجودها وقوتها من دعم خارجي. بالنسبة لوضع السعودية اليوم والأفكار التي طرحها العميد، بالفعل نتمنى أن يكون هذا هو التوجه الرسمي للسعودية، لأن السعودية ليست لها مصلحة من تقويض الشرعية اليمنية، وسيعود هذا وبالا عليها، لن يكون في مصلحتها بتاتا. لكن عليها أن تدرك، العميد وصف الإمارات العربية بأنها حليف استراتيجي للسعودية، ونحن لا نفهم كيف يمكن لحليف استراتيجي أن يعمل ضد حليفه على الأرض. الإمارات اليوم تدعم طارق صالح وتريد رفع العقوبات على أحمد علي، وتقرير الخبراء أكد أن الإمارات لم تتعاون مع اللجنة ولم تقدم كشف حساب بثروة صالح الموجودة في الإمارات، والإمارات أصبحت تدعم كيانات سلفية ومتطرفة خارج الشرعية. الإمارات تقوم بهذا كله وهي بالطبع لم تكن مدعوة للتدخل في اليمن، ولم نعد اليوم نرحب باستمرار دولة الإمارات في اليمن. لكن كل ما تقوم به يوحي بأنها وكأنها تعمل ضمن أجندة دولية تتجاوز السعودية وتهدد الشرعية اليمنية، وبما سينعكس ضدا على السعودية نفسها. السعودية اليوم كما بادرت وطرحت المبادرة الخليجية، عليها أن تعيد الأمور إلى أن تعيد تقدير الأمور من جديد، وأن تعيد إصلاح الشرعية والتقدم بمبادرة جديدة إن لزم الأمر. بالنسبة لنا كشعب طبعا نحن لم يعد ينتظرنا أسوأ مما نعيشه اليوم، لكن نحن بالطبع
اليمنيين نحن معنيين بما يحدث في سوريا، بما يحدث في مصر، بما يحدث في تونس، هذه هي طبيعتنا، ونخشى فعلا أن تغرق السعودية في مستنقع الأجندة المتضاربة وتتمكن إيران من تحقيق أهدافها وتحقق ما تطمح إليه. لذلك لا تزال الكرة في ملعب السعودية. إذا لازالت الكرة في ملعب السعودية. أشكرك وسام محمد الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز، كما أشكر العميد متقاعد حسن الشهري كان معنا عبر الهاتف من الرياض، وأشكركم أعزائي المشاهدين لحسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج، في أمان الله.